يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة. زي ما احنا متعودين معاكم هيكون لينا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هيكون لينا جولة في اخبار كرة القدم العالمية واخر اخبار الالعاب الاخرى. كل ده تحت شعار واحد، شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وعاداتها وتقاليدها، حاجة واحدة بس بتجمعنا وهي الرياضة. خلونا بقى كده نبتدي حلقتنا زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. الاهلي يدخل معسكر مغلق قبل 48 ساعة من مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر. لجنة الحكام تفاضل بين أمين عمر ومحمد عادل إدارة نهائي كأس مصر. الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي. وعالميا جوارديولا يعلن جاهزية هالاند ويكشف سر عدم رحيله عن مانشستر سيتي. من العناوين هنروح لتفاصيل اخبارنا، والبدايه مع اخبارنا المحليه. الاهلي مش مجرد اسم او شعار، زملكاوي وافضل اقول لك اعلى صوت. استلام احمد عاطف، خطيره 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 خطيره، هدف اول هدف اول هدف اول، جول 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 جول، الكره ثابته ملعوبه. هنبدا اخبارنا المحليه من النادي الاهلي. الفريق حاليا بيعيش استقرار فني قوي جدا في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، ده طبعا بعد تحقيق الفوز على الهلال السوداني والتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، كمان حقق الفوز على غزل المحلة وتعزيز الانفراد بصدارة الدوري الممتاز. الفريق عنده ماتش قوي ومهم جدا يوم الاثنين الجاي أمام بيراميدز اللي بيعتبر أكيد واحد من الفرق القوية جدا، مش بس في مصر بس كمان على مستوى قارة إفريقيا. عشان كده الجهاز الفني استقر على خوض معسكر مغرق لمدة 48 ساعة قبل مباراة بيراميدز. كولر عايز كده اللعيبة يعيشوا في حالة من التركيز والجدية خلال المعسكر علشان يقدر ان هو كده يحقق مع الفريق فوز ويحصد اللقب، وده طبعا ان حصل هيبقى اللقب الثاني للمدرب السويسري بعد ما نجح في تحقيق بطولة السوبر المحلي في شهر اكتوبر اللي فات على حساب الزمالك في الامارات. كمان بقى كولر قرر ان هو هيعيد القوى الضاربه للفريق امام بيراميد، بدايه من عوده محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، ومحمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، ومحمد هاني طبعا هيرجعهم مره تانية للتشكيل الاساسي. وطبعا كلنا تابعنا كده غياب الشناوي وقفشه امام المحله، بينما شارك تاو وبديل طبعا في الدقيقه 73 بدل من حسين الشحات، وشارك كمان محمد هاني كبديل في الدقيقه 85 بدل من خالد عبد الفتاح. لسه مستمرين في الكلام عن مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وطبعا اتحاد الكرة ولجنة الحكام استقروا على ان طاقم التحكيم هيكون مصري، وطبعا تم رفض مبدأ الاستعانة بحكام أجانب على اعتبار منح الثقة للحكام المصريين، والتفكير دلوقتي في إسناد المهمة لواحد من الحكمين أمين عمر أو محمد عادل. لو رحنا كلمنا عن الحكم أمين عمر، أدار العديد طبعا من المباريات لفريق الأهلي ومباريات لفريق الزمالك في الفترة الأخيرة في الدوري الممتاز، كمان الحكم محمد عادل الأدار مباراة القمة قبل كده، وبصراحة الاثنين عندهم خبرة كبيرة جدا في التعامل مع المباريات الجماهيرية الحاسمة. المفروض أن لجنة الحكام هتعلن عن أسماء طاقم التحكيم في الساعات القليلة الجاية.
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي هيعقد جلسه خاصه جدا مع اللاعب احمد عبد القادر لاعب الفريق. طبعا الجلسه دي هتكون كده على هامش مران الفريق لتوجيه عده نصايح للاعب الشاب، وطبعا في مقدمه النصايح دي اكيد ان هو يلعب لعب جماعي. بيرغب كولر في توجيه تعليمات ونصايح لاحمد عبد القادر بالابتعاد عن اللعب الفردي اللي كان سبب في هجوم البعض ضده خلال الايام اللي فاتت بعد ما ادى كده اللاعب بشكل فردي في مباراه الهلال السوداني وغزل المحله كمان ببطولتي دوري ابطال افريقيا والدوري المصري. تعرض عبد القادر لعقوبه من الجهاز الفني بالاهلي بسبب ما بدر منه بعد لقاء الهلال السوداني لما رفض اللاعب مصافحه كولر بعد لقاء اعتراضا طبعا على تغييره قبل. طبعا كل اللي حصل ده كان قبل ما يعتذر اللاعب للمدير الفني ثم بقى شارك اساسي في مباراه غزل المحله يوم الاربع في الدوري. لو رحنا بقى اتكلمنا عن امير توفيق رئيس لجنه التعاقدات بنادي الاهلي بيتفاوض في الفتره الحاليه مع المحترف البرازيلي برونو سافيو بيحاول كده ان هو يقنعه انه يتنازل عن باقي قيمه عقده ويرحل بشكل مجاني في الانتقالات الصيفيه الجايه. كل ده طبعا بعد ما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني وتحديدا بعد ما كولر طلب رحيل اللاعب بسبب اعتبارات كثيره جدا اهمها ان هو مش عايز يطور من نفسه اطلاقا ولا قادر ان هو يستجيب لتعليمات الجهاز الفني. عشان كده زادت الرغبه في رحيل اللاعب بشكل مجاني وانهاء عقده بالتراضي بعد ما طلب السويسري مارسيل كولر الاستغناء عنه لعدم اقتناعه بمستواه الفني والرغبه اكيد للاستفاده بلاعب اجنبي اخر مكانه. بيجهز اكيد امير توفيق الخطه البديله طبعا لرفض اللاعب التنازل في حاله ان هو رفض عن ان هو يتنازل عن باقي مستحقاته هيبدا اكيد في تسويق اللاعب البرازيلي في الصيف الجاي. من بقى نادي الاهلي نروح لنادي الزمالك. اكيد اهم خبر بالنسبه لجماهير نادي الزمالك هو الاقتراب من انتهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق واللي هيكون كده الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو اللي بيعتبر كده واحد من الاسماء المميزه جدا في عالم التدريب. ده طبعا بعد ما مسؤولي الزمالك توصلوا معاه الاتفاق على تدريب الزمالك لقياده الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي وكمان الموسم المقبل. من المفروض ان مدرب الزمالك الجديد هيصل للقاهره خلال الساعات اللي جايه علشان يتفرج على ماتش الزمالك والبنك الاهلي في المباراه اللي المفروض هتتلعب بكره في الدوري الممتاز. من المفترض ان المدرب الكولومبي يوقع العقود الالكترونيه قبل الوصول لمصر. بالمناسبة بقى اسم أوسوريو ارتبط قبل كده بتدريب منتخب مصر، كان في كده مفاوضات بينه وبين البرتغالي كارلوس كيروش، لكن في النهاية تم الاستقرار على كارلوس كيروش. الكولومبي أوسوريو عنده 61 سنة، هيكون رابع مدرب بيقود الزمالك بالموسم الحالي بعد طبعا البرتغالي فيريرا، أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود. لسه كمان مستمرين في الحديث عن اخبار فريق الزمالك واللي هيختتم النهارده تدريباته تحت قياده كابتن مدحت عبد الهادي المدير الفني المؤقت استعدادا طبعا لمواجهه البنك الاهلي بكره. كابتن مدحت عبد الهادي يمكن عمل اكتر من جلسه فنيه ونفسيه مع اللعيبه وكان كل كلامه على تحقيق الفوز على البنك الاهلي وضروره طبعا الفوز وان مفيش بديل خصوصا ان النتائج السلبيه اللي حققها الفريق في الفتره الاخيره مش هتاثر بس اكيد هتاثر على فقدان فرص المنافسه على لقب الدوري. كمان الفريق ممكن ما يشاركش في البطوله الافريقيه عشان وضع الفريق الحالي مش كويس ابدا في جدول ترتيب الدوري. وهيستقر النهارده كابتن مدحت عبد الهادي على خطه مواجهه البنك الاهلي في المباراه القادمه المقرره طبعا اقامتها الساعه 9:15 بكره مساء غدا طبعا يوم الاحد باستاد القاهره الدوري ضمن منافسات الجوله ال 24 من عمر مسابقه الدوري المصري الممتاز. زي ما احنا عارفين كده ان الجهاز الفني الجديد اللي طبعا تم تشكيله في الايام اللي فاتت بعد الخساره من المصري بيضم كل من كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره، مدحت عبد الهادي مدرب عام، وحاليا بيتولى طبعا مهام المدير الفني المؤقت، كابتن احمد مجدي مدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى. لسه بنكمل اخبارنا عن مواجهه الزمالك والبنك الاهلي، وعرفنا كده ان في اختبار طبي اخير لعبد الله جمعه لاعب الزمالك علشان يشوف الجهاز الفني هل هيقدر بقى يشارك في المباراه بكره ولا لا. ده طبعا بعد ما اتصاب اللاعب في ماتش المصري اللي فات واللي خسره الزمالك بثلاث اهداف مقابل هدفين، خضع اللاعب لبرنامج تاهيلي بسبب شكواه من اصابه كده عضليه في القدم اليسرى. طبعا في حاله غياب عبد الله جمعه هيكون الجهاز الفني في ازمه فنيه كبيره جدا بالنسبه لمركز الظهير الايسر بسبب استبعاد احمد فتوح وكمان عدم جاهزيه محمد عبد الشافي من الناحيه الفنيه. عموما هنشوف الجهاز الفني كده هيحل الموضوع ده بكره ازاي في المباراه.
كمان هيخضع حمزه المسلوسي الظهير الايمن للاختبار طبي اخير بعد تعافيه من الاصابه اللي كان بيعاني منها في الفتره الاخيره، وهي جزع في الرباط الداخلي للركبه. طبعا الاصابه دي اللي ابعدته عن مباريات الزمالك الاخيره سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا، وبسببها طبعا ودع كمان الفريق منافسات البطولتين. المسلوسي بقى انتظم في التدريبات الجماعيه في الايام اللي فاتت، بس الجهاز الطبي برده عايز يتاكد من تعافي اللاعب تماما من الاصابه علشان ما تتكررش تاني. بيبحث الجهاز الفني للزمالك عن تصحيح مسار الفريق الابيض وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري. وبالنظر كده لجدول الدوري هتلاقي ان الزمالك بيحتل المركز السابع برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات، اتعادل في 6 لقاءات، خسر في 6 مباريات برضه. نروح بقى لاخبار نادي بيراميدز. باتشيكو مدير الفني لفريق بيراميدز هيحسم مصير الثنائي فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف في ميران اليوم المسائي بعد طبعا ما غاب الثنائي عن مواجهه المقاولين بسبب استمرار خضوعهم للتاهيل. بيرغب المدرب البرتغالي في تجهيز كافه اللعيبه لمباراه الاهلي بنهائي كاس مصر ودخول المباراه بجاهزيه كل عناصر فريقه علشان اكيد يقدر من استغلال امكانيه اللعيبه وكمان العمل على تحقيق الهدف المطلوب وتحقيق الفوز باول لقب في تاريخ نادي بيراميدز. من بقى نادي بيراميدز نروح لفيوتشر. مسؤولي نادي فيوتشر استقروا على تقديم استئناف على العقوبه اللي اصدرها الكاف مؤخرا بخصم 6 نقاط من فيوتشر في دور المجموعات ببطوله الكونفدراليه الافريقيه وتغريم الفريق 10,000 دولار. طبعا ده بسبب المشاركه الغير قانونيه لاحمد رفعت مع الفريق. وعايزه اقول لكم كمان ان بيجهز النادي حاليا المستندات اللازمه، ومن المقرر ان يتفق كده النادي مع خبير قانوني دولي لتقديم استئناف على عقوبه الكاف. قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم خصم 6 نقاط من نادي فيوتشر وتغريمه 10,000 دولار بسبب اقراءات قيد احمد رفعت لاعب الفريق خلال طبعا ضمه في قائمه النادي خلال الفتره الماضيه في المباريات الافريقيه. منح الجهاز الفني للنادي المصري بقياده كابتن حسام حسن لاعب الفريق بورسعيدي راحه سلبيه لمده 24 ساعه فقط بعد الفوز على حرس الحدود في المباراه الاخيره بالدوري بهدف نظيف. كمان قرر الجهاز المصري ان هو يرجع مره ثانيه الفريق لمعسكر بورسعيد بدايه من بكره يوم الاحد لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهه المقاولين العرب في المباراه. طبعا المباراه المفروض مقرر اقامتها يوم الخميس الجاي على استاد برج العرب. أعرب كابتن حسام حسن عن سعادته بالفوز اللي حققه فريقه على حرس الحدود، وقال إن تحقيق الفوز الثاني على التوالي مهم جدا، ولكن كان في كده تراجع في الأداء، وقال إن هو كان بيتمنى إن يكون أداء الفريق أفضل من اللعب اللي قدموه، لكن اللاعب المصري مش بيقدر إن هو يتحمل ضغط المباريات. أضاف كمان إلى إن فريقه لعب مباراة قوية جدا أمام الزمالك ولم طبعا يمتلك إمكانية لم يمتلكوا إمكانيات تانية وإنها كانت مباراة صعبة، وحاول الجهاز الفني في اليومين اللي فاتوا منح اللعيبة فرصة طبعا الاستشفاء لكن الوقت كان ضيق جدا وده كان سبب في تراجع الأداء أمام حرس الحدود. اكتمل شفاء محمد فوزي حارس مرمى فريق الاسماعيلي للشفاء من الاصابه بقطع في الغضروف بتاع الركبه اللي طبعا اتعرض ليه خلال مواجهه غزل المحله في بطوله كاس الرابطه، وابعدته الاصابه دي عن الفريق في المباريات الماضيه. شارك محمد فوزي في تدريبات الاسماعيلي الجماعيه واصبح جاهز للمشاركه في مباريات ام بي المقرر ليها يوم الخميس الجاي ضمن منافسات الجوله 25 من بطوله الدوري الممتاز. نروح كمان لنادي سموحه واللي بيستعيد الفريق بقياده كابتن احمد سامي 5 لعيبه مؤثرين جدا امام الداخليه. المواجهه مقرر اقامتها الساعه 9:15 مساء بكره يوم الاحد باستاد الاسكندريه في اطار منافسات الجوله ال 24 من بطوله الدوري الممتاز. اللعيبه هم النيجيري صديق اوجولا وكمان البنيني دوكودودو احمد وكمان احمد مصطفى حسين فيصل وشريف رضا. طبعا اللعيبه دول هيستعادهم الفريق لقائمه فريق سموحه امام الداخليه بعد ما غابوا عن الفريق امام اسوان في الجوله الماضيه. بيختتم فريق سموحه تدريباته اليوم يوم السبت استعدادا لمواجهه الداخليه حيث بيخوض الفريق ميرانو الاخير على ملعبه، ثم هيعلن بعدها كابتن احمد سامي قائمه المباراه اللي هتدخل معسكر مغلق الليله.
طالب كمان كابتن احمد سامي لعبته بضروره استغلال اقامه الثلاث مباريات المقبله داخل الاسكندريه في بطوله الدوري المصري الممتاز وتجميع اكبر قدر من النقاط. شدد كمان كابتن احمد سامي على ضروره انتهاز الفرص والاستعداد الجيد للثلاث مباريات المقبله امام الداخليه والاتحاد السكندري باستاد الاسكندريه، بالاضافه كمان لمباراه الاهلي اللي هتقام في استاد برج العرب. نروح كمان بقى للمقاولين العرب اللي بيختتم استعداداته اليوم يوم السبت لمواجهه امبي ضمن منافسات الجوله ال 24 من عمر مسابقه الدوري الممتاز، واللي هتجمع الفريقين غدا يوم الاحد باستاد بترو سبورت. كانت المباراه الدور الاول قد انتهت بفوز المقاولين بثلاث اهداف مقابل هدفين، واستعان الجهاز الفني للمقاولين العرب بقياده كابتن شوقي غريب بالمباريات السابقه لامبي في الدوري واخرها مباراه حرس الحدود اللي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف، وده علشان يقدر ان هو يحدد اهم نقاط القوه والضعف لدى امبي قبل مواجهه يوم الاحد. رفض كمان كابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولين العرب منح لاعبي الفريق اي راحه بعد التعادل مع بيراميدز سلبيا، وده خلال المباراه اللي جمعت الفريقين مساء يوم الاربعاء على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر، وده نظرا لضيق الوقت قبل المباراه المقبله لذئاب الجبل امام امبي. نروح بقى لاقصى الجنوب وتحديدا نادي اسوان، وقال كابتن ايمن الرمادي مدير الفني للفريق ان فريقه كان الافضل في اخر ثلاث مباريات امام فاركو وسموحه وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز. اضاف كمان كابتن ايمن الرمادي ان فريقه قدم مستويات طيبه في اللقاءات الاخيره واستقبل هدفا في لقاء سيراميكا عكس سير المباراه، واشاد كمان الرمادي ان فريقه بيعاني من اجهاد لعبته بسبب طبعا حالات السفر الطويله من اسوان لمحافظات اخرى، مشيدا باداء لعبته وكفاءتهم طبعا وكفاحهم في كل المباريات. اكد كمان كابتن رمادي ان اسوان بيحتاج للفوز في لقاء بيراميدز المقبل بالدوري الممتاز، واشار كمان كابتن رمادي الى ان المواجهه ستكون صعبه بكل المقاييس ولكن فريقه بيبحث عن تحقيق الفوز. اضاف ان هو اغلق صفحه الرحيل تقديرا لنادي اسوان وجماهيره، خاصه الى ان رحيله كان امر كده مرتبط بتحفظه على بعض الامور الخاصه بالامكانيات المتوفره للفريق. نختتم بقى اخبارنا من طلائع الجيش، حيث بيحسم الجهاز الطبي لطلائع الجيش اليوم يوم السبت موقف الثنائي احمد ايمن منصور ومحمود وحيد لاعبي الفريق للمشاركه في مباراه الاياب امام الاهلي طرابلس بعد ما غاب اللاعبان عن مباراه الذهاب بسبب الاصابه. مفروض بتطهير بعثه فريق الكره بنادي طلائع الجيش بقياده عماد النحاس غدا يوم الاحد لليبيا استعدادا لخوض مباراه الاياب مع اهلي طرابلس في لقاء الاياب بالدور الاول التمهيدي للبطوله العربيه. حقق اهلي طرابلس الليبي فوز مهم على مضيفه طلائع الجيش بنتيجه 2-1 على ملعب جهاز الرياضه ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطوله العربيه للانديه. تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقرتنا هنا في اخبار اون تايم. برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الكرة العالمية وآخر أخبار الأندية الأوروبية. خلونا بقى زي ما احنا متعودين نبدا فقرتنا العالميه من ابرز مباريات اليوم في الدوريات الاوروبيه المختلفه. نبتدي بقى كده من مباريات الدوري الانجليزي في الجوله ال 30، مانشستر يونايتد امام ايفرتون المباراه شغاله حاليا، استون فيلا امام نوتنغهام فورست، برنتفورد امام نيوكاسل، فولهام امام ويست هام، ليستر سيتي امام بورنموث،
نوتنغهام امام برايتون، عفوا توتنهام امام برايتون، ولفرهامبتون امام تشيلسي، ساوثهامبتون امام مانشستر سيتي. كل المباريات الساعه 4 ما عدا مباراه ساوثهامبتون امام مانشستر سيتي، المباراه الساعه 6:30. نروح بقى لمباريات اليوم من الدوري الاسباني في الجوله ال 28. اوساسونا امام اليتشي، المباراه شغاله حاليا. اسبانيول امام اتلتيك بلباو الساعه 4:15. ريال سوسيداد امام ختافي الساعه 6:30. ريال مدريد امام فيا ريال الساعه 9 مساء. وتعالوا نروح بقى لمباريات اليوم من الدوري الايطالي والجوله ال 29. فيورنتينا امام سبيزيا الساعه 2:30 عفوا. سامبادوريا امام كريمونيزي الساعه 4:30. اتلانتا امام بولونيا الساعه 4:30. تورينو امام رونا، روما الساعه 6:30. هيلاس فيرونا امام ساسولو 6:30. لاتسيو امام يوفنتوس الساعه 9:15. نروح بقى لمباريات الدوري الالماني والجوله ال 27. بروسيا دورتموند امام يونيون برلين الساعه 3:30. باير ليفركوزن امام فرانكفورت الساعه 3:30. فرايبورغ امام بايرن ميونخ 3:30. ماينز امام بريمين الساعه 3:30. اوكسبرغ امام كولن 3:30. واخيرا مباراه هيرتا برلين امام لايبزيج الساعه 6:30. ونروح بقى لمباريات الدوري الفرنسي في الجوله ال 30. انجي امام ليل الساعه 5. ونيس امام باريس سان جيرمان الساعه 9 مساء. نبتدي بقى كلامنا من عند الاسباني جوارديولا. اتكلم جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مواجهه ساوثهامبتون اللي هتتلعب النهارده ضمن لقاءات الجوله رقم 30 من الدوري الانجليزي ممتاز، واللي هتقام الساعه 6:30 مساء. جوارديولا قال ان النرويجي هالاند مهاجم الفريق اصبح جاهز لخوض المباراه بعد ان خاض طبعا اخر تدريبين اليومين اللي فاتوا بشكل تمام. وكمان اتكلم جوارديولا كمان عن ظاهرة تغيير المدربين في الدوري الانجليزي، وان هو كان هيرحل عن الفريق في حالة عدم فوزه بالمباريات. تعالوا بقى كده نروح نشوف جوارديولا المدير الفني لمانشستر. كده تكون خلصت فقرة اخبار كرة القدم العالمية. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. برحب بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الألعاب الأخرى. نبدأ بقى أخبارنا بكرة اليد، وتحقيق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لقب دوري المحترفين لأول مرة بعد غياب دام 4 مواسم. حقق فريق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 24-21 في المباراة الأخيرة من المرحلة الثالثة من دوري المحترفين لكرة اليد، واللي أقيمت على صالة هليوبلس الشرو، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بينهم 12-12. وكان كده بيكفي الاهلي التعادل او الفوز في من اجل تحقيق اللقب، بينما كان يحتاج الزمالك للفوز فقط من اجل طبعا التتويج باللقب. بيستعد الفريقين لمواجهه جديده بينهم يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كاس مصر لكره اليد، وستقام المباراه على صاله 6 اكتوبر. اكيد بنتمنى التوفيق للقطبين، خصوصا بقى ان فيهم كده لعيبه دوليين كتير جدا، وبكون اكيد مبسوطين لما بنشوف الروح الرياضيه الجميله بين لعيبه الفريقين، وده اللي دايما بنكون مستنيينه من اللعيبه الكبار قوي زي لعيبه الاهلي والزمالك واللعيبه عامه في اي رياضه، ان هم دايما كده لازم ينقلوا صوره الروح الرياضيه في اي مباراه، سواء كره قدم، كره طايره، كره يد، ده اللي بنكون دايما مستنيينه. فاكيد بنتمنى التوفيق للقطبين، وان شاء الله اكيد هنشوف مباراه قويه جدا. نروح بقى لكرة الطايرة، وحقق فريق كرة الطايرة بنادي الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في المباراة الثانية بينهم في الفوز للزمالك في اللقاء الأول. اللقاء الأول فاز فيه الزمالك بنتيجة 3-0، كمان فاز فريق الأهلي على بتروجيت بنتيجة 3-1 في المباراتين، عشان يتأهل الأهلي للمباراة النهائية لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطايرة رجال. أكيد هتكون
مباراة قوية جدا وممتعة بين القطبين الكبيرين، وطبعا زي ما احنا مستنيين ان هي تكون كده ايه لقاء مشرف زي ما احنا متعودين ويكون مليء بالروح الرياضية. تعالوا بقى دلوقتي كده ناخد مداخلة مع الناقد الرياضي اللي انا دايما بستمتع بمداخلاتنا معاه هنا في اخبار اون تايم، دكتور طارق الادوار. يا دكتور برحب بحضرتك، وكل مرة كده هنتكلم في رمضان هقول لحضرتك كل سنة وانت طيب. وكل المشاهدين طيبين وبخير، وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله بكل خير، وبكون سعيد أكون معاك. يعني أهلا بيك دكتور طارق. في البداية لازم أسألك كده عن مواجهة القمة طبعا بين الأهلي والزمالك في كرة اليد، شفت المباراة إزاي؟ شوفي، هو في تفوق كان للزمالك في السنوات الأخيرة، لدرجة أني عايز أقول لك حاجة برضو كده، ما كتبت بوست عن المباراة وفوجئت بان الناس ما تعرفش ان كان الاهلي تاريخيا هو الاكثر حصولا على القاب دوري اليد من الزمالك. لكن طبعا هو الزمالك كان متفوق جدا في السنوات الاخيره، الزمالك كان عنده مجموعه نجوم كتيره جدا كانوا متسيدين كره اليد المصريه، سواء على مستوى الدوري او الكاس، او حتى لما كان الاهلي او الزمالك او الاثنين مع بعض بيمثلوا مصر في بطولات افريقيا، كان التفوق للزمالك اللي عنده 12 لقب على مستوى دوري الأبطال في أفريقيا. فالمنافسة كانت قوية جدا، وكان التفوق فيها للزمالك في السنوات الأخيرة. ولكن الحقيقة بصي، أنا عايز أقولك، أنا من فترة كده كنت كتبت عن هذه الظاهرة وقلت إن إذا استمر الوضع ده هيفقد الزمالك ربما السيطرة أو التفوق في كرة اليد، لأنه أخرج مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة اللي وقت محترفين وبيتألقوا حتى في بطولات أوروبا ويمكن قناه اون تايم سبورتس. بس دكتور طارق برضو الاحتراف بيبقى مهم قوي برضو للمنتخب، يعني بيبقى مهم جدا لمصلحه المنتخب، فبحس ان على قد ما الاحتراف ممكن يكون اذى فريق الزمالك، بس في نفس الوقت هو بيفيد المنتخب. طبعا طبعا. لا بصي، انا مع احتراف بالذات في كره اليد اكتر كمان من كره القدم. انا مع الاحتراف ده، لان احنا لما بنظهر بمستوى طيب على مستوى بطولات العالم، واحنا كنا دايما بنبقى في الثمانيه الاوائل، وان كنا يعني عندنا طموح اننا نوصل بقى للمربع الذهبي الثاني بعد عام 2001 ونوصل كده للبطولات الكبيره، لكن الاحتراف مهم جدا للمنتخب، ولكن لازم تبقى في سياسه لعمليه الاحلال والتجديد في الفرق. يعني مثلا على سبيل المثال، يحيى الدرع كان يمثل، انا من وجهه نظري، نص فريق الزمالك، يعني كان قوة هائلة جدا في مركز صناعة اللعب والتسديد الرائع من بره منطقة التسع أمتار، فكان هو يعني يعتبر من اللعيبة المميزة جدا. رحيله عن نادي الزمالك من السنة اللي فاتت للسنة دي أثر كتير جدا جدا. أحمد الأحمر طبعا وصل يعني إلى قمة الفورمة الفنية في السنوات الماضية، وبعدين خاص مع حكم السن وهو اعلن الاعتزال الدولي فبرضه قل شويه، يعني احمد الاحمر والدرع دول انا مثلا ما يقلش اسطوره طبعا، يعني اسطوره من اساطير كره اليد، ما يقلش انه ما يقلوش عن 70% كانوا من قوه الزمالك في السنوات الاربعه اللي حصل فيها على بطوله الدوري. فانا بشوف ان انتقال السيطره نسبيا ده كان طبيعي مع هجره بعض اللعيبه، مع كبر سن اللعيبه المؤثرين جدا زي احمد الاحمر. لكن عايز اقول لك ان المباراه كانت مباراه يعني تعبر عن المستوى اللي وصلت ليه كره اليد المصريه. احنا لغايه كانت 23-21 وكان في رميه جزاء لنادي الزمالك، لو كان جاب احمد الاحمر نديه ومنافسه المباراه كانت قويه قوي، كانت بقى فارق هدف. يعني لو جاب احمد الاحمر رميه الجزاء اللي هي قبل النهايه كان تقريبا بدقيقتين الا شويه، لو جت بقت 23-22 كان ممكن الزمالك يتعادل في الفتره المتبقيه او يخطف الفوز، لكن هو طبعا اضاعه الرميه دي هي اللي اثرت، ونجح النادي الاهلي في الثواني الاخيره من المباراه من تسجيل هدف اخر، بقت 24-21. لكن هي مباراه رائعه جدا، اللي يشوفها كده يتخيل ان الاهلي كان متفوق. لا ده كان الشوط الاول 12-12. دكتور طارق، بما اننا بنتكلم عن المباراه لازم اسالك برضو عن راي حضرتك ايه في اداء الحراس سواء للاهلي او الزمالك. الحقيقه ما انا ده اللي انا كنت عايز اقول لك عليه، انا بشوف ان الاثنين حراس عبد الرحمن حميد وكريم هنداوي في الاهلي والزمالك كانوا من نجوم المباراه، بل انا بحط حميد هو نجم المباراه الاول لسببين.
ان هو اولا انقذ الرمية الجزائية اللي انا لسه بتكلم عنها، والنتيجة 23-21 كان ممكن تضيق الفارق الى هدف، وكان لسه فاضل تقريبا دقيقة او 40 ثانية كان ممكن يختلف فيهم تماما سير المباراة. ومن ناحية تانية ان هو انقذ كرات كثيرة جدا في الفترة الاخيرة من المباراة، ومنها تسديدة يعني رائعة من مسافة حوالي 10 متر، وكان ممكن ان الكرة دي تغير برضو في سير المباراة. فانا بقول ان حراس المرمى لعبوا الدور الكبير جدا. الفارق بين الزمالك والاهلي في الفتره الاخيره للمباراه هو تالق حميد، يعني كريم هنداوي كان من نجوم المباراه برضو، لكن حميد شال 3 4 كور في اللحظات الاخيره هي اللي عملت الفرق. الدليل اقول لك ازاي، الشوط الاولاني كان 12-12، الشوط الثاني 24-21، يعني الاهلي سجل 12 جول في الشوط الاول. اتصدم امبارح، يعني حميد اتصدم امبارح ل 22 كوره، فيعني طبعا هو مؤثر جدا. فبقول لك برضه الشوط الثاني الزمالك في الشوط الاولاني سجل 12، سجل 9 في الشوط الثاني. فالفارق بين الفريقين على مدى المباراه هو اللحظات الاخيره للمباراه اللي انقذ فيها عبد الرحمن حميد هي العديد من الكور الخطيره جدا للنادي الزمالك. دكتور طارق، الفتره دي بقى بنشوف مباريات كتيره جدا اهلي وزمالك في العاب اخرى، اليد الطايره، السله. عايز اشوف بقى وجهه كده نظر حضرتك، تاثيرها الايجابي عامل ازاي على اللعيبه وعلى المنتخبات وعلى الرياضه وروح الفرقتين، كل حاجه. مباريات الاهلي والزمالك دايما بيكون ليها كده احساس وروح مختلفه وطعم خاص سواء للجماهير او للعيبه. شوفي، عايز اقول لك على حاجه، هو اما يكون دايما النهائيات بين فريقين كبار زي الاهلي والزمالك دي بتخلق يعني من البطوله اهميه خاصه. يعني لو تخيلنا مثلا ان مباراه اليد الحاسمه امبارح كانت بين الاهلي واي فريق او الزمالك واي فريق، مش ممكن هتكون اهميتها زي ما يكون بين الاهلي والزمالك. فهي على المستوى الجماهيري والاعلامي، شوفي حتى في التغطيه، يعني امبارح انتوا عملتوا شغل كويس جدا في اون تايم سبورتس على المباراه وكلام من ده. شوفي ده اللي احنا يعني مش عايز ابقى منحازه، بس ده اللي احنا متعودين عليه دايما اون تايم كده، بنحاول ان احنا دايما نغطي كل المباريات بشكل دقيق جدا. مفيش شك. فانا عايز اقول لك من الناحيه الجماهيريه والاعلاميه ده نجاح كويس، بس من الناحيه الرياضيه مش هكون يعني مش هأخفي الحقيقه ان لا يجب ان بقعه المنافسه بين الاهلي والزمالك وانديه اخرى. كنا في وقت من الاوقات بنشوف في السله مثلا نادي الجزيره، وشفنا في السنوات الاخيره سبورتنج، وشفنا سموحه في بعض السنوات، كنا بنشوف في كره السله منافسه برضو بين الاهلي والزمالك ومعاهم الجزيره والاتحاد السكندري. والاتحاد السكندري تاريخيا يعني من الانديه العملاقه في كره السله. كنا بنشوف مثلا في الكرة الطايرة نادي زي سموحة كان حتى بيلعب في البطولات الإفريقية وبيحقق ميداليات في على مستوى البطولة الدوري أبطال أفريقيا للكرة الطائرة. فمن الصالح الرياضي العام إن المنافسة تتوزع شوية، يعني ما تبقاش أهلي وزمالك بس. صحيح، برضو متفق برضو 100% مع إن الأهلي والزمالك بيعملوا حالة جماهيرية وحالة إعلامية كبيرة، لكن يجب إن يعود كل لعبة إلى يعني مثلا كرة اليد كان فيه من سنوات قليلة النادي الأولمبي بتلاقيه منافس، وبل هو من أحد الأندية اللي فازت بالدوري المصري قبل كده لكرة اليد. لكن انحصارها بس في الأهلي والزمالك هو بيحقق قيمة إعلامية كبيرة وقيمة تسويقية كبيرة. مش عايز أقول لك مثلا، هقول لك في 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 أسبانيا مثلا يحبوا إن الكاس يكون ريال مدريد وبرشلونة على مستوى كرة القدم، يحبوا انه على مستوى كرة السلة ومتفوق فيها برضو الفريقين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة يوصلوا الى نهائيات البطولات الاوروبية. دي حاجة كويسة اعلامية، لكن على المستوى القطاع العام للعبة لازم يكون في توزيع برضو يخش فرق كتيرة، وده اللي حاصل في بعض اللعبات في السنوات الاخيرة. لكن يمكن احنا بنتكلم ان مثلا في الطايرة الاهلي والزمالك هيلعبوا ختام دوري الطايرة، وهيلعبوا كأس السلة، بطولة كأس الكاس على مستوى الرجال هيكون طبعا الزمالك فاز على الجيش والاهلي فاز على بتروجيت، هيلعبوا الاهلي والزمالك وجها لوجه. في كأس الطايرة حتى الاهلي هيلاعب الزمالك في قبل النهائي، وسبورتنج هيلاعب وادي دجلة. هنا ممكن نلاقي الاهلي او الزمالك في النهائي مع سبورتنج او وادي دجلة. فدي اللي انا بقصده، ان يكون في وجود لقوة اخرى
في على مستوى كل اللعبة. مباريات كتيرة جدا فعلا بين الأهلي والزمالك، أكيد بنتمنى التوفيق للقطبين. ودكتور طارق يعني بشكر حضرتك على دايما تواجدك معانا هنا بمداخلات ممتعة جدا في أخبار أون تايم. بكده تكون خلصت فقرة أخبار الألعاب الأخرى، تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نكمل آخر فقراتنا هنا في أخبار أون تايم.